طبعا الجو تلج جدا اليومين دول، كنا زمان يعني او اليومين اللي فاتوا دول كنا بنقول ان هو برد بالليل بس وبالنهار مشمس دافئ، دلوقتي اعتقد انه برد كل اليوم. مفيش شمس خالص. على كل، خلونا نتعرف اكتر على درجات الحراره وناخدكم كمان في جوله مروريه مع زميلتنا دينا. صباح الخير عليك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا شازلي. صباح الخير بسان. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، ومبروك لمصر، وان شاء الله نكمل فرحتنا النهارده بكمان بالمنتخب الوطني لكره القدم زي ما فرحونا وهم رجاله كل يعني لعيبه المنتخبات في جميع الفرق المصريه، هم رجاله فعلا وعلى قد المسؤوليه. فاحنا بقالنا فتره الجو برد، بقالنا اسبوع مكمل معانا. لا، وخمسة الفجر كمان برد جدا جدا. في شمس هتطلع النهارده؟ لا مفيش، خلال اسبوع كله. طيب ده بالعكس، درجات الحراره في انخفاض مستمر الفتره دي. ربنا يبشرك بالخير. لمحبين الشتاء هيبقوا مبسوطين. بنصبح على حضراتكم مره تانية، لكن قبل ما نتكلم عن الاحوال الطقس خلونا ناخدكم في جوله سريعه عن احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في بعض الكثافات النسبيه. نروح عند كوبري الجلاء، هنلاقي فيه سيوله مريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، ونفس الامر على كوبري المطريه القادم من الكابلات، بيشهد نفق الازهر انتظام في حركه المرور القادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس، كما ظهر كمان انتظام لحركة المرور بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية أم طالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد. نروح معاكم محافظة الجيزة، هنستعرض هناك الحالة المرورية، وخصوصا نبدأ من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. برضو في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. ومكملين معاكم ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان معامل محافظة وناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وكمان طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من محافظة القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة ولاطمئنان على الحالة المرورية، خلونا بقى نطمن معاكم عن جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وده على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 24، وأقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.